مساكم الله بالخير. أنا قلت لكم قبل أن حكومتنا تقدم خدمات كثيرة ورهيبة، لكن أغلبنا ما يعرفها ولا قد استفاد منها. فاليوم جايب لكم خدمة رائعة. كثير من المتقاعدين ما يدري إلا تخفيضات خاصة في بعض الفنادق والمحلات ومستشفيات ومستوصفات الخاصة. فأي واحد عنده بطاقة خاصة بالتقاعد يقدر يستفيد من هالتخفيضات والخصومات المتوفرة له. كيف؟ الآن راح أقول لك. تدخل أول شيء على جوجل وتكتب المؤسسة العامة للتقاعد، تدخل على أول رابط. الطريقة جدا بسيطة وسهلة، هذا موقع المؤسسة العامة للتقاعد، تنزل تحت وتروح لمزايا وعروض. طيب لما تدخل مزايا وعروض تنزل تحت تحصل قائمة التخفيضات لكل مجال حاطين له قسم الحالة، الطب، الصحة، الفنادق، تأجير السيارات، التعليم، خدمات متنوعة. على سبيل المثال بختار فنادق وترفيه، أنا مثلا بسافر مكة في رمضان، فندق مكارم أجياد مكة، نشوف عندهم خصم 10%. قسم ثاني مثلا العناية بالأسنان، أروح مثلا مجمع المهيدب في حفر الباطن، عندهم خصم المتقاعدين 40% على الخدمات العلاجية. برضو مثلا طب وصحة، خلني أشوف مثلا مستشفى السعودي الألماني، في هالمناطق عندهم خصم 50% على الخدمات العلاجية. جميع الخصومات والتخفيضات اللي شفتوها يقدر يحصل عليها المتقاعد مقابل أنه بس يطلع البطاقة ويوريهم أنه متقاعد. في النهاية إذا عندك أب أو أخ أو قريب أو أي أحد تعرفه متقاعد، علمه لك الأجر اللي يستفيد من هالخدمة الرائعة المقدمة لك.